أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله هناخد النهاردة الدرس الثالث في الوحدة الثانية بعنوان النقل والمواصلات والتجارة. مصر بتهتم بإقامة شبكة جيدة من طرق النقل والمواصلات وخطوط السكك الحديدية. طيب يا مستر، أولا كده هو بيتوافر في مصر مواصلات طرق مواصلات ولا لا؟ مصر بيتوافر عندها كل المواصلات في مصر، اللي هو يعني ايه مثلا؟ عندنا نقل بري اللي هو بيتمثل في سكك الحديد والطرق، وعندنا نقل مائي، وعندنا النقل المائي برضو بينقسم لنقل نهري وبحري، وعندنا نقل جوي. عندي كل وسائل المواصلات في مصر. لما اجي اقول لك مصر بيتوافر فيها شبكة طرق برية وسكك حديدية ومطارات وموانئ، هتقول لي صح. طيب بما تفسر أسباب وفرة المواصلات في مصر؟ أولا كده بسبب موقع مصر المتميز من قارات العالم القديم. كلنا عارفين إن موقع مصر متميز جدا، فبيربط، ممكن إن أنا أقدر أروح أي مكان في العالم. طيب عندي كمان امتداد النيل من الجنوب للشمال لربط سكان الوادي. عندي كمان نهر النيل بيمتد من الجنوب للشمال، أي حد نقدر نروح عن طريق نهر النيل. كمان معظم سطح مصر مستوي، استواء سطح مصر، فاقدر اعمل طرق بريه نقدر ان تمشي عليها، سواء سكك حديديه او طرق عربيات. كمان مصر بتطل على بحرين من اهم بحار العالم، البحر المتوسط والبحر الاحمر، ودي ساعدت ان هي يمشي فيها السفن، وساعدت ان هي تربطنا بالدول الاخرى. طب كمان يا مستر، اعتدال مناخ مصر، مناخ مصر معتدل، مش هيعوق المواصلات في مصر. وكمان قلنا ان قناه السويس بتربط ما بين البحرين المتوسط والاحمر. يبقى ما جولك دول تفسر وفره المواصلات في مصر، تقول لا بسبب موقع مصر المتميز، امتداد النيل من الجنوب الى الشمال فربط سكان الوادي بالدلتا. رقم 3 اعتدال المناخ. 4 استواء السطح. مصر تطل على بحرين من اهم بحار العالم، كلنا عارفين البحر المتوسط والبحر الاحمر. تعالوا ناخد بقى انواع النقل في مصر. زي ما قلنا النقل البري بينقسم لسيارات وسكك حديديه، اما النقل المائي بينقسم لنقل نهري ونقل بحري، اما النقل الجوي بينقسم الى الطائرات فقط. طيب تعالوا ناخد النقل الاول، هناخد الاول معنى كلمة اتصالات ومعنى كلمة نقل ومواصلات. اولا مصر بتعد دولة افرو اسيوية. افرو اسيوية جاية من كلمة افرو اللي هي افريقية، واسيوي يعني في اسيا. ايه ده مصر هي موجودة في قارة اسيا وافريقيا؟ معظمها موجودة في قارة افريقيا، ما عدا شبه جزيرة سيناء، دي اللي موجودة في قارة اسيا، فبيعتبروا ان مصر دولة افرو اسيوية. طيب ما المقصود بكلمة اتصالات وما المقصود بالنقل والمواصلات؟ عشان بتيجي فيها لخبطة كتيرة. اتصالات انا بتصل وانا قاعد في مكاني، واتصال الافراد دون الانتقال عن طريق ايه؟ يا اما الهاتف يا اما الانترنت. اما النقل والمواصلات هو الانتقال الفرد من مكان لاخر بواسطة الوسائل النقل اللي احنا قلنا عليها، برية مائية جوية، وبتستخدم ايضا لنقل الافراد والسلع. طيب يبقى الاتصالات انا بتصل وانا في مكاني، اتصال الافراد دون انتقال عبر الهاتف او الانترنت. اما النقل والمواصلات هو الانتقال من مكان لاخر عن طريق وسائل النقل اللي هي البريه والمائيه والجويه لنقل الافراد والسلع. نقدر كمان اول حاجه ناخدها النقل البري. النقل البري ده بينقسم لسكك حديديه ومترو انفاق وطرق بريه. سكك حديديه اللي ينقل القطارات، ومترو الانفاق كلنا عارفينه، اما الطرق البريه اللي بيمشي عليها الايه؟ العربيات بتاعتنا. طيب يبقى السكك الحديديه، مصر ثاني دول العالم استخدام للسكك الحديديه. امال من اول دوله يا مستر؟ انجلترا، حيث انشئ اول خط سكة حديدي عام 1856، كان بيربط ما بين القاهرة واسكندرية. يبقى مصر ثاني دول العالم استخداما للسكك الحديدية. من اول دولة يا مستر؟ انجلترا. طب مترو الانفاق يا مستر؟ مترو الانفاق مصر اول دولة عربية مش في العالم، خلي بالك مصر ثاني دول العالم
في السكك الحديديه، لكن اول دوله عربيه افريقيه استخداما لمترو الانفاق. ومترو الانفاق ربط ما بين ثلاث مدن مصريه، هي القاهره والجيزه، القاهره والجيزه والقليوبيه اللي هي فيها شبرا الخيمه. طيب وهو ما يعرف باقليم القاهره الكبرى. طيب يا مستر، الطرق البريه، الطرق البريه احنا زي ما احنا كلنا عارفين ان هي بيمشي عليها السيارات او الشاحنات. مصر بتمتلك طرق ذات مواصفات دوليه مثل طريق القاهره اسكندريه وطريق الصعيد الصحراوي، وده بيساعد في نقل الافراد وربط المدن المصريه ببعضها. يبقى انا دلوقتي في نقل البري خدت سكك حديديه، مصر تاني دول العالم استخدام السكك الحديديه، مترو الانفاق مصر اولى دول العربيه اسف والافريقيه استخداما لمترو الانفاق، الطرق البريه مصر عندها بتتميز باستواء السطح عندها، عشان كده بتقدر تنقل الافراد وبتربط المدن ببعضها. تاني حاجه ممكن اخدها النقل المائي. النقل المائي بينقسم لنقل نهري ونقل بحري. النقل النهري هي ارخص انواع النقل، عشان كده دايما بيستخدموه في نقل البضائع اللي هي المفروض اللي بتبقى تقيله او ثقيله الوزن. زي ايه يا مستر؟ هتقولي زي الجير والفحم والرمل والاسمنت، ده بنقدر نستخدمه في النقل النهري. اما النقل البحري ده طبعا كلنا عارفين ان هو يا اما البحر الاحمر او البحر المتوسط عن طريق قناه السويس. ومصر عندها مواني مهمة جدا، عندنا ميناء الاسكندرية وميناء دمياط وميناء بورسعيد وميناء السويس وميناء نويبع وميناء سفاجة. تعال نشوف أهم المواني دي. أهم ميناء هو ميناء الاسكندرية. لما أجي أقول لك بما تفسر ميناء الاسكندرية أكثر المواني المصرية أهمية، هتقول لي لأنه يقع في مواجهة أكثر دول العالم تقدما اللي هي أوروبا. ميناء الاسكندرية قدام دول العالم، فميناء مهم جدا. اما ميناء دمياط هتيجي اقول لك اهميه ميناء دمياط، هتقول لي ميناء دمياط ده مستر اتعمل لتخفيف الضغط على ميناء اسكندريه، كان في ضغط قوي على ميناء الاسكندريه فعملوا ميناء دمياط عشان يخفف الضغط على ميناء الاسكندريه. كلنا طبعا عارفين اهميه قناه السويس، ممر ملاحي بيربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، بينقل البترول من الخليج والمنتجات الاخرى الى العالم كله. ده طريق مهم جدا قناه السويس، وبتساعد في زياده الدخل القومي طبعا لمصر. لما اجي اقول لك بما تفسر كل مواني البحر الاحمر، ليه يا مستر المواني على البحر الاحمر ملهاش اهميه كبيره؟ تقول يا مستر عشان الجبال قريبه جدا من الساحل وفي شعب مرجانيه بتعوق حركه السفن، او ان السفن تقف في المواني البحر الاحمر. يبقى ما اقول لك كل مواني البحر الاحمر تقول بسبب اقتراب الجبال من الساحل والشعب المرجانيه، الملاحه النهريه بيعوقها. يعني ايه بيعوقها؟ بيسبب لها مشاكل الملاحه اللي في النهر، السدود والقناطر اللي هي موجوده اللي احنا مفروض بانيينها للاستفاده في الزراعه. دي بتعوق الملاحه النهريه اللي بتمشي فين؟ في النهر. كده اكون خدت نص الدرس النقل والمواصلات والتجاره، وان شاء الله نكمل في الفيديو القادم باقي الدرس. أعزائي الطلاب بالصف الخامس الابتدائي، هنكمل مع بعض الدرس الثالث في الوحدة الثانية بعنوان النقل والمواصلات والتجارة. اتكلمنا قبل كده عن النقل وأنواعه، سواء النقل البري أو النقل المائي بنوعيه، أو اللي هو بينقسم النقل النهري والنقل البحري. النهاردة هنكلم عن ثالث حاجة من أنواع النقل، وهي النقل الجوي. في البداية بقول إن النقل الجوي بيتمتع بالعديد من المميزات، من أهمها إن هو بيتميز إن هو من أسرع أنواع النقل اللي موجودة عندي، كمان من أكتر أنواع النقل اللي بيتميز بعملية الانتشار، يقدر يروح لأي مكان في العالم. كمان من ضمن مميزاته إن هو بيتخطى المرتفعات والبحار. يبقى أنا بقول مميزات النقل الجوي، رقم واحد عندي إن هو بيتميز بالسرعة والانتشار، رقم اتنين إن هو بيتخطى المرتفعات والبحار. طيب عندي للنقل الجوي عيوب،
من ابرز العيوب ديت عنده رقم واحد ارتفاع تكلفه استخدامه. النقل الجوي بالنسبه او لو جيت قارنته بوسائل النقل الثانيه هلاقي ان هو النقل الجوي اكتر انواع النقل في ارتفاع التكلفه بتاعته. طيب كمان من ضمن عيوبه ان في عندي تباعد للمطارات، مش كل مكان الاقي فيه مطار موجود عندي. يبقى انا بقول عندي النقل الجوي بيتميز بالعديد من المميزات، زي ان هو بيتميز بالسرعه والانتشار، بيتميز ان هو بيتخطى المرتفعات والبحار، ولكن عندي له عيوب ان هو من ضمن عيوبه ان هو ارتفاع التكلفه وتباعد المطارات. وعندنا ملحوظه مهمه جدا لازم ناخد بالي منها، ان انا عندي مصر تمتلك ما يقرب من 20 مطار يا ولاد. طيب ده بالنسبة لتالت نوع من أنواع النقل الموجودة عندي وهي النقل الجوي. بعد كده هتنقل لمعلومة جديدة وهي التجارة. طيب إيه المقصود بعملية التجارة؟ التجارة هي حركة البيع والشراء وانتقال السلع والخدمات من مكان لآخر. يبقى التجارة هي عملية البيع والشراء، أنا ببيع وبشتري يا أولاد. بشتري إيه؟ السلع والموجودة عندي، وكمان انتقال السلع والخدمات دي يا أولاد من مكان لمكان. طب التجارة لها أنواع يا أولاد، لها تجارة داخلية ولها تجارة خارجية. طيب التجارة الداخلية دي هي نقل أو انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة. طيب التجارة الخارجية هي انتقال السلع والخدمات من دولة إلى دولة تانية أولاد، أو من مكان إلى مكان آخر خارج حدود الدولة. يبقى انا بقول ان التجاره عندي بتنقسم الى نوعين، التجاره الداخليه وهي نقل او انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدوله، التجاره الخارجيه انتقال السلع والخدمات بين الدول بين الدوله ودول العالم المختلفه. يبقى خلي بالك انا عندي التجاره كتعريف مهم جدا عشان يقول لي ما المقصود بالتجاره او يقول لي ما المقصود بالتجاره الداخليه او التجاره الخارجيه. طيب خلي بالك عشان انا عندي مصر يا اولاد بتعمل على تنميه التجاره الداخليه. مصر بتهتم بعملية التجارة الداخلية عندها، والدليل على كده ان هي بدأت تهتم بطرق النقل ومد طرق المواصلات اللي هتساعد عندي في انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة. يبقى مصر بتعمل على تنمية التجارة الداخلية عن طريق ان هي تمد الطرق او ان هي تعمل طرق نقل وتمد طرق المواصلات اللي موجودة عندنا. طيب بعد كده يا ولاد انا هتكلم ان ازاي انا عندي اهداف للتجاره الداخليه واهداف للتجاره الخارجيه. طيب انا عندي التجاره الداخليه يا ولاد لو جيت اتكلمت عن اهدافها، بس قبل ما اتكلم واضح عندي ان انا عندي صورتين هما اولاد، صوره بتقول لي التجاره الداخليه وجايبه لي عندي ادي صوره ماركت اولاد عندي او بيبتدي ان هو يتبادل السلع اهو، وعندي التجاره الخارجيه جايب لي ادي سفينه اولاد بتنقل البضائع من دوله لدوله ثانيه. اذا انا عندي دي صورتين بتعبر عن التجاره الداخليه والتجاره الخارجيه. طب بعد كده انا وانت هتكلم عن اهداف التجاره الداخليه. التجاره الداخليه لها اهداف يا اولاد، اهدافها رقم واحد ان هي هتعمل عمليه نقل للماده الخام من مناطق انتاجها الى المصنع اللي هيتم تصنيع فيه الماده الخام ديت ويتم انتاج منتجها. يبقى انا عندي اهداف التجاره الداخليه ان هي هتنقل الماده الخام من المناطق بتاعتها الى الايه؟ الى المصانع يا ولاد. كمان من ضمن اهدافها ان هي هتعمل عمليه نقل للسلع المصنعه بقى يا ولاد، اللي هي المنتجات اللي هتطلع من المصانع، هتبتدي ان هي تنقل السلع المصنعه ديت من مناطق انتاجها الى المناطق الاستهلاك اللي هي هتتباع فيها. طيب اللي هي الاسواق يا ولاد، سواء كانت اسواق داخليه بقى اللي هي الاسواق الداخليه اللي موجوده عندنا، ان هي اهداف التجاره الداخليه. يبقى اهداف التجاره الداخليه بقول رقم واحد نقل المواد الخام من مناطق انتاجها الى المصانع، اثنين نقل السلع المصنعه من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك. طيب دي بالنسبه لاهداف التجاره الداخليه عندي. طيب اهداف التجاره الخارجيه، قال لك اهداف التجاره الخارجيه عندي رقم واحد يا اولاد تصدير الفائض من المنتجات المصريه الى الخارج. طيب هو الكلام ده له اهميه؟ اكيد طبعا. انا لما ابتدي ان انا اصدر يا اولاد المنتجات اللي هتفيض عندي للدول الثانيه هتوفر عندي نقد اجنبي، هتوفر عندي دخل. طيب كمان يا اولاد من ضمن اهداف التجاره الخارجيه ان هي هتوفر ليا مزيد من فرص العمل.
عن طريق طبعا عملية التصدير، يعني العمل في عملية التصدير يا اولاد اللي هي المنتجات، هلاقي ان انا عندي هتوفر فرص عمل بالنسبة لي، يبقى توفير مزيد من فرص عمل عن طريق طبعا عملية التصدير. طيب كمان من ضمن اهداف التجارة الخارجية يا اولاد ان هي هتسد حاجة السكان، خاصة من ايه بقى؟ خاصة من الغذاء اللي هي هتحتاجه، كمان من الوسائل التكنولوجية الأجهزة اللي مش موجودة عندنا، أي وسيلة تكنولوجية يا أولاد مش موجودة هتلاقي إن من التجارة الخارجية بتبتدي إن هي توفرها لي. خلي بالك لأن أنا عندي الغذاء والوسائل التكنولوجية اللي أنا هسد بيها حاجة السكان من التجارة الخارجية ديت بتمثل عجز عندي في الصناعات المحلية، يعني مش موجودة ما بنصنعهاش طبعا، فبالتالي هنبتدي إن احنا نعوض العجز ده يا أولاد عن طريق إن احنا نستورد البضاعة ديت من الخارج. يبقى سجل تالت هدف من أهداف التجارة الخارجية إن تعمل عملية سد لحاجة السكان خاصة من الغذاء والوسائل التكنولوجية اللي موجودة عندي والتي تعجز الصناعة المحلية عن تصنيعها، وذلك يتم استيرادها منين؟ من الخارج. يبقى أهداف التجارة الخارجية عندي يا أولاد هلاقي إن أنا عندي رقم واحد تصدير الفائض من المنتجات المصرية للخارج لتوفير النقد الأجنبي اللي هي العملة الصعبة يا أولاد، رقم اثنين توفير مزيد من فرص العمل عن طريق عملية التصدير، رقم ثلاثة سد حاجة السكان خاصة من الغذاء والوسائل التكنولوجية التي تعجز الصناعة المحلية عن تصنيعها، وذلك عن طريق الإيه؟ عن طريق الاستيراد. طيب مصر أولاد عايزة تعمل عملية تنمية للتجارة الخارجية، واحنا سبق اتكلمنا في التجارة الداخلية وقلنا ان التجارة الداخلية مصر عايزة ان هي بتعمل لها عملية تنمية وتعمل تنمية للتجارة الداخلية عن طريق ان هي بتعمل طرق نقل ومد طرق المواصلات. طب بالنسبة بقى للتجارة الخارجية، مصر ازاي تقدر ان هي تعمل عملية تنمية للتجارة الخارجية؟ تقدر ان هي تعمل عملية تنمية للتجارة الخارجية عن طريق اولاد ان هي تعمل رقم واحد تقدر ان هي تعمل عملية عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول التانية يا اولاد، بمعنى نبتدي ان احنا يا اولاد نعمل اتفاقيات اقتصادية مع الدول اللي احنا بنستورد منها البضائع والوسائل او الحاجات اللي احنا محتاجينها، اللي احنا السكان بتاعتنا محتاجينها، فبنبتدي ان احنا نروح نشتريها او نبتدي ان احنا نستوردها من الدول التانية يا اولاد. فبالتالي لابد ان انا اعمل عملية عقد اتفاقيات اقتصادية مع الدول دي. طيب كمان يا اولاد المشاركة في عضوية التجمعات الاقتصادية، بمعنى انا عندي اولاد في تجمعات اقتصادية بمجموعة من الدول بيتحدوا مع بعض ويبتدوا ان هم يكملوا بعض اقتصاديا. طيب مصر بقى اولاد بتبتدي ان هي تشارك في عضوية التجمعات الاقتصادية دي، ومن اهم التجمعات الاقتصادية اللي مصر ساهمت فيها او شاركت فيها في قمة افريقيا عندي وزي تجمع الكوميسا. طيب تجمع الكوميسا ده اولاد هو اتحاد اقتصادي بيضم دول شرق وجنوب افريقيا، وعدد الدول اللي داخلة في التجمع ده اولاد 20 دولة افريقية طبعا من ضمنها مصر. يبقى اتحاد الكوميسا اولاد مصر بدأت ان هي تشارك فيه كأحدى التجمعات الاقتصادية اللي هتعمل عملية تنمية للتجارة الخارجية عندي. قلت ان تجمع الكوميسا ده اتحاد اقتصادي بيضم دول شرق وجنوب افريقيا، وعدد الدول اللي داخلة في التجمع ده 20 دولة افريقية اولاد منها طبعا مصر. يبقى انا بقول ازاي مصر تقدر ان هي تعمل تنمية للتجارة الخارجية عندها، قلت حاجتين لغاية دلوقتي، رقم واحد عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الاخرى، رقم اثنين المشاركة في عضوية التجمعات الاقتصادية مثل تجمع الكوميسا في افريقيا. كمان من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نعملها اولاد عشان نعمل تنمية للتجارة الخارجية، اللي انا ابتدي ان انا احسن المنتجات الصناعية المصرية، ابتدي ان انا اهتم بتحسين المنتج الصناعي بتاعي، ابتدي ان انا احسن من الجودة بتاعته، فبالتالي هلاقي ان انا التجارة الخارجية بتاعتي هتبتدي ان هي تنشط. يبقى كمان من ضمن الحاجات اللي اقدر اعملها عشان انمي التجارة الخارجية هي تحسين المنتجات الصناعية المصرية. منساش يا اولاد ان انا عندي بقول ان الولايات المتحدة ثاني اكبر شريك تجاري لمصر بعد دول الاتحاد الاوروبي، يعني انا بلاقي يا اولاد ان الاتحاد الاوروبي ده اول حاجه عندي انا بجيب منها او بتبادل معاها اقتصاديا. تاني اكبر شريك بقى لمصر من الناحيه الاقتصاديه عندي ومن الناحيه التجاريه عندي هلاقي الولايات المتحده، يعني الولايات المتحده ثاني اكبر شريك تجاري لمصر بعد دول الاتحاد الايه؟
الاوروبي. وما ننساش ان مصر عشان تعمل تنميه للتجاره الخارجيه عقدت اتفاقيات اقتصاديه مع الدول الاخرى، شاركت في عدويه تجمعات اقتصاديه مثل تجمع الكوميسا في افريقيا تحسين او رقم 3، عملت على تحسين المنتجات الصناعيه المصريه. وبكده اولاد اكون انتهيت من الدرس اللي هو كان بعنوان النقل والمواصلات والتجاره.